فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف المسبل والحليق؟ الصلاة تجوز، لكن هو يأثم على الإسبال وحلق اللحية، يأثم هو. أما الصلاة في حد ذاتها فهي صحيحة، وإذا وجد من هو أفضل منه، إمام أفضل منه، يروح ويصلي معه. أما أن يترك صلاة الجماعة علشان الإمام مسبل أو حليق، لا يترك الجماعة. نعم.